أجدد التحية لك مرة أخرى دكتور علي، أهلا بك مهند. ولعله من المفيد في مواصلة حديثنا عن الوصية بالمنفعة أن أذكر بأهم ما جاء في حلقة الأسبوع قبل الماضي، لأنه نعم ربما في أسبوع لم نلتقي فيه مشاهدينا الكرام مع حضرتك، فنذكر لكي تبقى الفكرة حاضرة في أذهاننا وأذهان مشاهدينا الكرام، ولعله من المفيد أيضا أن أتحدث عن بعض الفروق اللي حضرتك مشكورا أوجزتها وأكدت عليها في سياق مناقشتنا سابقا، كالفرق بين العين والمنفعة، الفرق بين حق الرقبة وحق المنفعة، كل هذه الأمور نعم لعله من المفيد أن نذكر بها مشاهدينا قبل أن نمضي خطوة إلى الأمام في الحديث عن المنفعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فحتى نتحدث عن الوصية بالمنفعة يجب أن يكون حاضرا في أذهاننا معنى هذه المنفعة. قلنا قبل ذلك أن الملكية لها عناصر، وأن من عناصر هذه الملكية على أي عين من الأعيان التي يمتلكها الإنسان إنما تكون رقبة ومنفعة. حق الرقبة أي حق التصرف في أصل هذا الشيء، أما حق المنفعة فهو حق استغلال هذا الشيء. إذن فإذا اكتملت عناصر الملكية اجتمعت في يد شخص واحد، هذه العناصر مجتمعة، فله أن يستغل هذه العين، وله كذلك أن يتصرف في هذه العين بشتى أنواع التصرف. فمثلا له أن يبيع وله أن يؤجر. إذا باع فقد تصرف في عين هذه، فقد تصرف في حق الرقبة في هذه العين وحق منفعتها كذلك، لأنه باع بيعا تاما. نعم. أما إذا أجر فقط فقد احتفظ لنفسه بحق الرقبة باعتباره مالكا، ولكنه قد ملك حق المنفعة لفترة معينة للمستأجر. وهنا يتضح للذهن كيف نفرق بين حق الرقبة وحق المنفعة عند الوصية؟ لا، ولا بشكل عام؟ بشكل عام. حق الرقبة أن يحتفظ المالك بهذه العين لنفسه هو، يتصرف في عينها كيفما أراد. ولكن قد يفترق حق المنفعة عن حق الرقبة في هذا المثال إذا ما أجر هذه العين لمستأجر آخر لفترة معينة، فتصبح منفعتها لهذا المستأجر مع بقاء رقبتها في يد المالك. وعلى هذا نتصور أن الوصية قد ترد بالمنافع، بمعنى أن الموصي يبقي لورثته حق التصرف في هذه العين اللي هو حق الرقبة، ولكنه يجعل للموصى له حق استغلال منفعة هذه العين بحق المنفعة. وعلى هذا هنا لابد أن تحدد حق المنفعة بفترة زمنية محددة، ولا يمكن أن تبقى مفتوحة إلى ما يشاء الله؟ لا، هذا الأمر من الجائز أن يكون مؤبدا، ومن الجائز أن يكون مؤقتا. يعني من الممكن أن الموصي عندما يكتب وصيته لا يحددها بوقت معين. طيب، نضرب مثال عشان نوضح المسألة. لو إن الموصي قال أوصي بسكن هذه الشقة إلى فلان، ولم يحدد فترة معينة، في هذه الحالة إنما تبقى لهذا الشخص حق سكن هذه الشقة طول حياته، حتى لو عاش 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة بعد وفاة هذا الرجل. نعم، وتبقى مؤبدة له إلى أن يموت، مع تأكيد أنه حق الرقبة للورثة باقي كما هو، ومع ذلك باقي حق الرقبة في يد الورثة، بمعنى أنهم من الممكن أن يبيعوا هذه الشقة. نعم، لكن تبقى، ولكن إذا بيعت تباع محملة بهذا الحق، تباع محملة بهذه الظروف وهذه الإشكاليات صحيح المرتبطة بها، بمعنى أنه لا يتم إخبار المشتري أنه الشقة دي في مستأجر هبقى فيها مدى الحياة بالشكل صحيح كذا وكذا وله وكذا، وله أن يشتري أو لا يشتري. أو لا يشتري. طيب، في واحد ممكن يقول ايه، طيب ايه معنى انه مشتري هيشتري شقة محملة بهذا الحق؟ لا، قد لا يكون الامر هكذا. قد نتصور انه في منزل مكون من 3 طوابق، منهم طابق محمل بهذه الوصية،
ولكن الورثة اتفقوا على أن يبيعوا المنزل كاملا لفلان، فهنقول لفلان ده خلي بالك في الطابق شقة. الفلاني هذا محمل بوصية إلى فلان الفلاني إلى أن يموت، هل تريد شراء هذا المنزل بهذه الوصية وبهذا الحق أم لا تريد؟ خلاص أنا أريد أن أشتري، خلاص ما فيش مانع، يبقى هنا هيتم البيع ولكن على أن يكون هذا الطابق محل وصية لفلان الفلاني. تمام. نعم. نمضي خطوة للأمام فيما يتعلق بالوصية بالمنفعة. هل هناك حالات لا تجوز فيها الوصية بالمنفعة؟ في هذه الحالة يجب أن نرجع إلى الأحكام العامة التي تحدثنا عنها بدءا عندما تحدثنا عن الوصية عموما. وعلى هذا فنتصور أنه من بين الحالات التي قد لا يتصور فيها الوصية بالمنفعة أو التي وإن وردت قد لا تكون جائزة شرعا ولا يجوز تنفيذها الوصية بمحرم. نعم. بمعنى إن الموصي قد أوصى بخمارة أو بمنفعة الخمارة إلى فلان. تمام. الخمارة دي مكان بيصنع فيه الخمر، والخمر ده في الحقيقة مال غير متقوم في حق المسلم. إذن فهذه الوصية وصية بمحرم، لماذا؟ لأنه قد أوصى له بأن ينتفع بالخمر، هل يجوز للمسلم أن ينتفع بالخمر؟ لا، لا. ليه؟ لأنه مال غير متقوم في حقه. طيب وإن وردت هذه الوصية تنفذ أو لا تنفذ؟ لا، لا تنفذ. تمام؟ طيب. مع التأكيد إنه حتى وإن كان هذا الخمر يباع لغير المسلمين. ملهاش علاقة. هو ولكن مال حرام، المسلم مال حرام ولكن في المسلم لا الأصل. يبيع الخمر، الخمر في بيت المسلم مال غير متقوم. يعني لو أن للمسلم زجاجة خمر مهما كانت غالية الثمن، ولكن جاء أحد فكسر هذه الزجاجة، هل يضمنها له؟ في الحقيقة لا، لا يضمنها. ليه؟ لأنها في الأصل مال غير متقوم في حق المسلم. فإذا غير متقوم بمعنى أن هو مال غير ليس له حلال، قيمة، ليس له قيمة، يعني لا نقومه بمال، ولكن هنصرف عليه هذا التوصيف أنه مال غير حلال. هو بالتأكيد طبعا مال غير حلال، طالما غير غير طبعا متقوم فهو مال غير حلال. مال غير حلال، وحيازة المسلم له عبث. وعبث أم عبث حرام؟ عبث عبث عبث. ليه؟ لأنه امتلك شيئا لا قيمة له، وعلى هذا فيرد عليه أنه إذا انكسرت هذه الزجاجة لا يضمنها كاسرها. لماذا؟ لأنه ما أهدر شيئا له قيمة في الحقيقة، أهدر شيئا ليس له قيمة. إذن فبكم نقدره حتى يضمن له؟ إذا فالوصية بمنفعة في مثل هذه الأمور لا تجوز إذا لا كان تجوز. مالا غير متقوم. نعم. في حالات تانية؟ في مثلا لو إنه هو طب أستأذنك فضل اتصال؟